خلصت الحلقة العشرين من مسلسل جعفر العمدة، واحد من اكتر مسلسلات الناجحة في الموسم الرمضاني، وهجاوبك على السؤال بتاع الصم اللي انت شايفه دلوقتي، هل هو انجح مسلسل في رمضان ولا لا؟ هقول لك الاجابة على طول بعد الانترو. وعرفنا مع نهاية المسلسل ونهاية الحلقة المشوقة كالعادة ان دلال او الفنانة ايمان العاصي هي اللي امرت بخطف ابن جعفر العمدة من مي كساب. وهنتكلم برضو عن ايه رأيي في المسلسل بعد 20 حلقة، ودلوقتي يعتبر خلاص فاضل 10 حلقات، فيعتبر معظم المسلسل شفناه، ولسه طبعا الحلقات اللي جايه مشوقه جدا، هنتكلم عن كل ده. بس قبل ما ابتدي الحلقه بقى بتوع افلام، عايزكم طبعا تظبطوني لايكات كتيره جدا جدا جدا، وشير وسبسكرايب للشانل لو لاول مره، طبعا عايزكم تشتركوا على انستغرام بيج وفيسبوك بيج، وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. ويلا بينا نخش في الحلقه. اهلا مساء عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام، هل هو انجح مسلسل في رمضان ولا لا؟ من وجهه نظري الشخصيه، من اللي انا شايفه على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وعلى كل حته في الوطن العربي، مسلسل جعفر العمده لمحمد رمضان هو انجح مسلسل واكتر مسلسل شعبيه في الموسم الرمضاني في 2023، ويعتبر خلاص احنا قربنا من نهايه رمضان، فيعتبر هو المسلسل الانجح الصراحه. ولازم اقول بكل امانه وكل صراحه يا بتوع افلام، كل اللي انا عايز اقوله في المسلسل ده، اتكلمت شويه عن الجانب السلبي في الحلقه اللي فاتت لما شفت او كان بعد اول 4 حلقات، ولكن بعد ما غصت في القصه وخلاص انا متقبل فكره، خلاص انا هتفرج على مسلسل ترفيهي، مسلسل يفضل يحمسني حلقه عن حلقه، مسلسل من الاخر يسليك في الموسم الرمضاني تتفرج عليه. هل هو نجح في ده؟ نجح في ده جدا، والصراحه وبكل امانه لازم اعلنها دلوقتي، انا ما كنتش متصور كده. انا من اول الحلقات كنت متخيل ان انا هفضل اتفرج على مسلسل لمجرد ان الناس كتيره من بتوع افلام بيتفرجوا على المسلسل، فانا هتفرج على المسلسل عشان خاطرهم واعمل حلقه واقول لكم رايي كده كده. ولكن بكل امانه، مسلسل جعفر العمده اكتر مسلسل فيه خلطه محمد سامي اللي هو مشهور بيها، عرف يجذب قطاع كبير جدا من الناس، ويعتبر زي ما انا بقول لك هو انجح مسلسل في رمضان. فلازم زي ما احنا انتقدنا مثلا مسلسل ناس الاغراب، وانتقدنا برضو او انا اتكلمت عن سلبيات مسلسل جعفر العمده في اول 4 حلقات، هل المسلسل ما فيهوش سلبيات؟ لا بالعكس، فيه سلبيات طبعا كتير واتكلمت عنها، وهي هي على فكره ما اختلفتش عن الحلقه الاولى، كلامي ما اتغيرش، هو هو، وهي دي السلبيات بتاعت المسلسل. لكن كتشويق قصه، دخلت جوه القصه، تعمقت جوه القصه، مش بقول لك ان القصه عميقه وان القصه بتاع، لا القصه مشوقه، انت عمال كل يوم بتتسلى بمسلسل يعتبر، اتكلم بصراحه وبكل امانه بتوع افلام، انتوا عارفين مدى حبي للكبير، وعارفين مدى تكوسي ان برضو انا على وقت الفطار بحب اتفرج على رامز او اللي هو اسمع اللي هو الانترو على الاقل، حاجه كده خلاص اتعودت عليها بقالي 10 سنين. وتشوفوا السنه اللي فاتت كنت بحتفل بالكبير قد ايه، وقد ايه كان المسلسل عاجبني وكان مكسر الدنيا وكان مخليني ما اتفرجش على رامز تماما، يعني انا في السنه اللي فاتت شفت حلقه واحده او حلقتين من رامز غالبا. اما السنه دي سبحان مغير الاحوال، ان انا اقول لك ان اخر 4 ايام او اخر 5 ايام انا بتفرج على الفطار على مسلسل جعفر العمده، وده بكل امانه وبكل صدق، لان ده يعتبر المسلسل الوحيد يعتبر حاليا في ذروه الاحداث، فكره ان احنا كنا اول اسبوعين بنتشد بقى للقصه، اول اسبوعين من المسلسل بعد اول 4 حلقات فهمنا ان جعفر العمده ده ايه ومين وكده ومتجوز ايه، وفكره ان ابنه اتخطف وان في عداوه بينه وبين عيله فتح الله، وفي عداوه كبيره جدا وهو متجوز واحده من عيله فتح الله فهم نسايب، عرفنا يعني عرفنا القصه. ولكن بدايه بقى ذروه الاحداث وسخونه الاحداث مع بدايه خروج شوقي فتح الله او الفنان منذر ريحانه، يا جماعه فعلا ابتدى التشويق والنار، تحس ان هم حطوا بنزين ونار، مع فكره انك انت شايف هيبه عيله جعفر العمده وقد ايه هم جامدين جدا، ولم تتخيل ولن تتخيل ان اي حد من العيله دي ممكن يتاذي عشان خاطر ان جعفر العمده موجود وهو مسيطر في كل حته. ولكن فاجئنا طبعا في اخر حلقات ان مع خروج شوقي فكره ان وداد الفنانه جوري بكر اللي عامله دور مستفز جدا، واحدة من أسوأ الكائنات الحية اللي جت في التاريخ، محدش يعمل كده، قمة في الاستفزاز الصراحة، فهي فكرة إن هي تعرف تخليني أكرهها كده، فهي برافو عليها جدا في الدور ده. وطبعا طبعا لازم نتكلم عن الفنان الجامد جدا، يعتبر واحد من أوراق الربحة في الموسم الرمضاني السنة دي، الفنان أحمد فهيم بدور سيد العمدة أو أخو جعفر الكبير، أداء خطير. فاكرين الحلقة بتاعت إمبارح الحلقة 19 وهو عمال يقول لها انا زعلان يا
يابا وراح حضنها. انا تأثرت جدا بالمشهد ده الصراحه. فالاحداث دلوقتي عماله تشد، وخاصه مع الكليف هانجر المشهور لمحمد سامي. في ناس كتيره برضو بتسالني في الكومنتات، ايه يا ابو حميد الكليف هانجر؟ ايه الكلمه اللي انت بتقولها دي؟ كليف هانجر بمعنى ان نهايه الحلقه بتخلص على نهايه تشوقك جدا وتخليك اللي هو انا لسه هستنى الحلقه بكره وكده. محمد سامي يعني يعتبر هو اكتر واحد جامد جدا في الحته دي. فاكتشفنا في حلقه النهارده طبعا ان دلال ليها علاقه ببلال شامه، وهي اللي طلبت منه ان يخطف ابن جعفر العمده. فاحنا كده عمالين نفتح ابواب كتيره، وخاصه بقى ان الحلقه اللي جايه انت متشوق جدا فكره ان جعفر العمده خرج من السجن. بقى هابو هولي كاليموني، باتمان از كومينج، وروني بقى يا عيله فتح الله هتعملوا ايه. ودي لحظه الانتقام بتاعه جعفر العمده، وهنشوف ايه هيحصل. ولكن التساؤل الاهم بالنسبة لي في المسلسل، هل محمد سامي يفاجئنا المرة دي ويبقى مفاجأة كبيرة جدا، ان هي ما تبقاش نهاية تقليدية مثلا ان في الاخر جعفر العمدة هو اللي هنتصر في الاخر، وان زينة هتفضل متجوزاه والكلام ده، واحمد داش هيبقى ابنه ويعيشوا في تبات ونبات والكلام ده، او في الاخر ما يبقاش نهايته تبقى ان جعفر العمدة يموت ويحصل حاجة. انا ما عنديش مشكلة ان جعفر العمدة يموت، لا، بس هل ممكن يموت وهو مش منتصر، يبقى عيلة فتح الله هي اللي كسبت في الاخر؟ هل ممكن نشوف حاجه مختلفه وتبقى مفاجاه برضو، ان يبقى كل ده مع اول، يعتبر انت من اول حلقه انت شاكك وعارف ان احمد داش ابن محمد رمضان، ولكن بعديها اتاكدنا، هل ممكن تبقى مفاجاه في الاخر ان هو ما يبقاش هو ابنه وتبقى حاجه مفاجاه برضو في الاخر؟ اتمنى ان ده يحصل، ولو ما حصلش في الاول وفي الاخر المسلسل نجح، ولازم نقول الكلام ده، لان احنا في نسل الاغراب اتكلمت وقلت بلاش محمد سامي قصه وسيناريو وحوار والكلام ده كتير، وانك انت تبقى مخرج وقصه وسيناريو وحوار. انا قلت الكلام ده ومقتنع بيه، ولكن اهو المسلسل محقق نجاح جامد جدا في كل حته يعتبر في الوطن العربي، وقصه وسيناريو واخراج محمد سامي وعجب الناس. فانا ده معناه ان انا مش لازم يبقى رايي هو احسن حاجه والكلام ده، بس انا فكرتي برضو هي هي، ان احنا في الحته السيف سايد. هو محمد سامي ليه وصفه سحريه بيعرف يجذب بيها المشاهدين، ودي مخلياه بالنسبه لي هو انجح مخرج في الموسم الرمضاني في اخر 10 سنين. يعتبر هو انجح مخرج فعلا بيعمل اعمال ناجحه جدا ليها شعبيه كبيره جدا، سواء مع محمد رمضان، سواء مع غادة عبد الرازق، سواء مع ايا كان مين. من الاخر يا جماعه، محمد سامي ليه وصفه سحريه كده، والوصفه السحريه اللي انا برغيلك عليها دي لازم يبقى قفله المسلسل مشوقه جدا. تاني حاجه مثلا الاسئله المتكرره، اسئله اللي هو يا ترى مين ابن جعفر العمده، ده في اوائل الحلقات. بعديها الحلقات اللي بعديها انت عمال تتعرف اكتر، فكره مثلا هل هو هيتجوز زينه ولا لا، وطبعا احنا عارفين ان هو هيتجوز زينه. دي هتسال يا ترى شوقي هيخرج امتى، وابتدت بوستات كتير هو يا جماعه شوقي هيخرج في العيد ولا ايه والكلام ده، تفضل تتشوق اكتر. بعد كده لما شوقي خرج قال ان في عين في بيت جعفر بتحكي له وبتقول له كل حاجه، فتفضل تتساءل مين بقى يا ترى اللي جوه ومن عيله جعفر، تخلي الناس تتساءل اكتر، يا ترى مي كساب، يا ترى طيب منا فضالي، انا مش مطمن لايمان العاصي، لدرجه ان في ناس كانت بتشك في هاله صدقي. يعني شوفوا الموضوع وصل لايه، الناس بتتناقش كتير جدا في الموضوع ده. وبرده من وصفات محمد سامي فكرة ان البطل يبقى ذو شعبية، في نفس الوقت يبقى محبوب من الجميع، وفي نفس الوقت بيعمل حاجات خارقة للطبيعة، في نفس الوقت يبقى غني غنى فاحش، في نفس الوقت يبقى جدع جدا، في نفس الوقت لما حد بيجي عليه بيديله في وشه بيديله في عينه، في نفس الوقت بيبقى حنين على الاربع مراتات، وفي نفس الوقت متجوز اربعة اساسا. فدي شخصية تخلي ناس كتيرة جدا، قطاع كبير جدا، عشان كده المسلسل شعبيته كبيرة، لانه مسلسل شعبي. فكره ان كل الناس او اي حد يتخيل نفسه مكان جعفر العمدة، اللي هو يا رب ابقى مكان الراجل ده، ده الراجل كل حاجه اتمناها في حياتي في الراجل ده. فدي برضو بيلعب عليها حلو جدا، عشان الناس بتحب على طول فكره البطل، فكره من وانت صغير نفسك اللي هو تبقى الضابط، تبقى الدكتور، تبقى سوبرمان، تبقى سبايدر مان، تبقى باتمان، تبقى حاجه اللي هو انت تتمناها من وانت طفل. وطبعا الاهم والحاجه الاهم اللي لازم برضو تاخدوا بالكم منها جدا، فكره الورقه الرابحه. محمد سامي لازم يبقى عنده ممثل ورقه رابحه قويه فيبقى في الكاست. مش بقول لك هيغطي على البطل اللي هو محمد رمضان، بس بيبقى في نفس الوقت ناس كتيره جدا بتتكلم على اداء تمثيلي، زي مثلا ما شفنا السنه دي الفنان احمد فهيم وايضا الفنانه لبنى ونس، نفس الكلام شفناه قبل كده في البرنس مع الفنانه سلوى عثمان، شفنا نفس الكلام برده مع الفنانه روجينا
من ايام مسلسل غاد عبد الرازق الاثنين مع سبق الاصرار وحكايه حياه، في نفس الوقت برضو ماجد المصري اكتشاف جديد مع مسلسل ادم، وفي نفس الوقت برضو مع سبق الاصرار. وطبعا شفنا النجاح الساحق لدور احمد زاهر في مسلسل البرنس. لازم يبقى في حد يعني بيعيد اكتشافه من اول وجديد، ناس بتشوفه بطريقه ثانيه بطريقه مختلفه وبيديله فرصه، وبيبقى دوره مكتوب حلو الصراحه. وفي نفس الوقت برضو واحده من الوصفات الافوره في كل حاجه، اللي هو غنى فاحش. الشر الناحيه الثانيه من عيله فتح الله يبقى شر مطلق، شر تخليك اللي هو اخرج يا جعفر دلوقتي لازم تجيب حق، اللي هو كل الناس متعاطفه مع جعفر، اللي هو ايه الشر المطلق ده. يعني مشهد زي اللي هو بتاع وداد رايحه لسيد عماله تزله وتقول له انت عينك ما تقدرش تبص لي ولا تبص لنفسك في المرايه، شر مطلق يخليك تكرهها اكتر. زي مثلا الفنان رحاب الجمل في مسلسل البرنس، خليك تكرهها جدا، اللي هو اي حاجه ما تيجي اقتل اخويا، ما تيجي اقتل مش عارف ايه، تيجي نقتله نخلص منه، اللي هو ايه الشر ده. فهو لازم كل الكلام ده فيخليك تكره اكتر، فيخليك تتعاطف مع جعفر اكتر. فكل الوصفات دي تعمل لك مسلسل ناجح، عشان كده بقول لك ده واحد من انجح اذا ما كانش انجح مسلسل درامي كشعبيه كمسلسلات في رمضان في اخر 10 سنين مثلا. ويعتبر برضو اكتر اداءات عجباني في المسلسل غير طبعا الفنان احمد فهيم، طبعا الفنان هاله صدقي قايمه بدور صفيه او صفصف الملكه خطيره جدا، ويعتبر الدور ده يعتبر من انجح ادوار الفنانه هاله صدقي. نفس الكلام برضو الفنانه مي كساب، عرفنا نتعاطف معاها في فتره لما حست او عرفت ان ابنها لسه عايش، وفي نفس الوقت الكيمياء اللي بينها وبين محمد رمضان عجباني جدا. اما عن سلبيات المسلسل، ولو سالت نفسك حاجات كتيره جدا كدقه بقى، وطب المطار والكاميرات وبتاع، خلاص انا حطيت نفسي في المود بتاع المسلسل، مسلسل مشوق يسليني 30 يوم وافضل متحمس ومتشوق ومتسلي في الحلقات القادمه. فانا حطيت نفسي في المود ده ان انا اتفرج على الحاجه دي واتسلى. فالصراحه التشويق والاثاره غطوا على كل حاجه من العيوب اللي احنا شفناها، ولو انت عايز تدقق وكل الكلام ده. وفي ناس انا حالات شفتها كتير جدا، زي مثلا كانوا ينتقدوا مش كنقد، اللي هو نقاد فنيين، اللي هو يا عم بقى بتاع، بعد كده في الاخر لازم ندرك ان المسلسل ناجح ويعتبر من اكتر المسلسلات المسليه في رمضان في الموسم ده الصراحه. فانا قلت الحقيقه قدام ربنا وقدام بتوع افلام كده كده. وطبعا الرساله الاخيره للفنان محمد رمضان، اتمنى من كل قلبي زي ما انا قلت في مسلسل البرنس، انا مش عارف طبعا الفنان محمد رمضان بيتفرج اساسا ولا لا، بس يعني عموما اتمنى من كل قلبي زي ما انا قلت في 2019 او مش فاكر كان 2019 البرنس ولا لا، دي فرصه حلوه ان مسلسل ناجح جدا، انك انت الحاجات اللي بره دي بتاثر برده شويه، مش بتاثر ان المسلسل ده مثلا بالنسبه لي مسلي جدا وواحد من انجح المسلسلات في رمضان، ان انا اطلع اقول مسلسل وحش جدا ومش ناجح ومحدش بيتفرج عليه، ده يبقى كدب، ويبقى انا كده بخدع نفسي وبخدع الناس وبخدع كل الناس، ده يبقى كده اي كلام في اي هكس. اصل الواحد مصلحته ان هو يشوف حاجات حلوه، ادوار حلوه، افلام حلوه، مسلسلات حلوه، اتمنى يتعدد في الادوار. دوره في جعفر العمده مأديه حلو، طبعا لو قلت لي الافوره في الصوت والكلام والكلام ده ماشي، بس هو الدور عامله حلو، مشاهده هو واحمد داش حلو، مشاهده هو مي كساب حلو، مشاهده الدراميه هي اللي عجباني اكتر حاجه الصراحه في المسلسل حتى الان. بس برده في الاول وفي الاخر انا مش هغير كلامي، مش حاسس باي اختلاف في اي دور عامله محمد رمضان، مش حاسس باختلاف. الصوت ده يعني هل هو صوته كده في الحقيقه يا جماعه؟ انا مش عارف، في حاجات كتير انا برده ما سمعتهاش منه ككلام، في حاجات اتمنى ان انا اشوف محمد رمضان في ادوار مختلفه، ادوار جديده، ده اتمناه. وبس ده اللي اقدر اقوله لكم بتوع افلام عن مسلسل جعفر العمده بعد 20 حلقه، واتمنى ان انا اسمع رايكم، وبعتذر جدا 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 اخر حلقتين ما عرفتش ارد عليكم، بس هرجع وارد، معلش اخر يومين دول كان فيهم نزول وكده ورمضانيات والحركات، فبعتذر لكم جدا، هرد عليكم في الحلقتين اللي فاتوا وهرد عليكم في الحلقه دي. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام سؤال الحلقه، هل مسلسل جعفر العمده عجبك ولا لا؟ هل مسلسل جعفر العمده عجبك اكتر من برنس وعجبك اكتر من اسطوره؟ سيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات، دي اهم حاجه، وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام، اتمنى طبعا لو عجبتكم الحلقه دي تشاروها في كل حته، واتمنى طبعا لو انت لسه بتتفرج عليا جديد تشترك في القناه بعد اذنك، وطبعا عايزكم تشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وتدوسوا على جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقه اول باول. واهلا مسا عليكم.